أهلا بحضراتكم مرة أخرى. تعالوا نعد الثلاث أصناف مرة تانية، عشان كل صنف منهم على فكرة فيه أخطاء كتيرة جدا بتحصل فيه، وفي ملايين الناس من المسلمين للأسف بيقعوا فيه. يعني لما نيجي ندي لحضراتكم أمثلة تطبيقية تستغربوا من التصرفات اللي بتحصل، والناس حتى جايز ما بتاخدش بالها إنها بتعمل ده. وهي دي المشكلة، لأن زي الدكتور ما قال قبل الفاصل، مسألة الكفر مش واردة. يجي إنسان مؤمن حق وتقول له اكفر بالله، مش منطقي، هيقول لك طبعا لا. لكن مسألة الشرك بتحصل ازاي، وازاي الانسان ينزلق اليها احيانا دون وعي، هي دي الخطورة. تعال نقولهم تاني بعد اذن حضرتك. اللي هم يعني اللي هم اصناف الشرك. الشرك ثلاثة. اول حاجة ان يعبد مع الله احدا. الثانية ان يطيع من يأمره بمعصية. بما يخالف شرع من الله. من البشر بما يخالف شرع الله. الثلاثة انه ينصب نفسه إله، هو ينصب نفسه، ودي ما تبانش غير في القتل، تبان قوي في القتل وهنشرحها بالتفصيل. إنما أنا بدلها عنوان أن يعمل لغير وجه الله تبارك وتعالى. عنوان الشرك خطير جدا، لأن من المؤمنين من يأتيه، وعندنا الشرك الظاهر والشرك الخفي، وأنت عارف احنا نقصد مين، مش عايز اخش في مشاكل. لا انا عايز اضرب امثلة تطبيقية. اللي له مصلحة يروح لفلان عشان يقضيها او يذهب الى ضريح، او يذهب ضريح. الى مهما كان هذا الضريح، يعني مهما كان، يعني باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه قرآن. دي مسألة ما اقدرش اتكلم فيها، بل على العكس، الآية تصلح كل زمان ومكان. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، دي قضية ما اقدرش اتكلم فيها، الرسول مستثنى من هذه القاعدة. ومع ذلك ما تتعملش مباشرة، يعني ما تتعملش ان الرسول بس هو اللي هيغفر القضية دي، لا، انت استغفر الله تبارك وتعالى، لكن مروحك للرسول قد يعظم اجرك في الاستغفار والتوبة الى الله تبارك وتعالى. لكن ان انا اتوسل بالضريح، بأي ضريح، بحجة ان ده يعني قريب او ولي او كان له كرامات او من آل البيت، هذا كلام شرك ظاهر. أنا قولي فيه قولا واحدا، شرك ظاهر، أحذر نفسي والمسلمين منه، وهذا لا يتعارض مع حبنا وتعظيمنا لآل البيت. لآل البيت كلهم، أنا بقول في هذا الصدد وفي هذا المقام، يشتغل مع هذا المفهوم الخاطئ الشائع عند كثير من الناس للأسف الشديد، ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس. قال يا غلام، والكلمة كبيرة جدا وتقيلة على اللي بيفهم، انه ما قالش يا رجال، ما قالش يا نساء، قال يا ايه، يا غلام، يعني الولد صغير. ومع ذلك يعلمه قاعدة أصولية في العبودية لله تبارك وتعالى. وابقى فكرني على، او اكتب عندك نوتس، ان احنا لازم بعد ما نخلص التوبة والاستغفار ناخد حلقة قبل اي حاجة عن العبودية، لان دي يعني قاعدة أصولية رئيسية في قضية التعامل مع الله تبارك وتعالى، ان صح التعبير ان شاء الله. فقال له يا غلام اني اعلمك كلمات، والرسول على قيد الحياة يتكلم. ما قالوش تعالالي، ما قالوش الجألي. قال له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم، ودي نقطة قضية علاء في منتهى الخطورة، واعلم أن الأمة مش 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 ساحر ولا دجال، ولا زي ما بيقول لك عايزين نفك العمل ونعمل كذا ونعمل عمل، لقال له واعلم ان الامه، وكلمه لو اجتمعت، يعني شوف الامه لما تجتمع عشان تعمل حاجه قد تظن انها نافذه، وقد هنا للتاكيد مش للتبعيض، قد تظن انها نافذه، لكن لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا عشان يفادوك شيء، ها، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. في رواية غير الترمذي قال له واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، استحالة، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، خد بالك من المتقابلات، وإن النصر مع الصبر، والصبر دي قضية كبيرة جدا، أسأل الله أن يجعلنا من الصابرين. واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن مع العسر يسرا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هل ده تطبيق الآية الكريمة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، ولا تفرحوا بما أتاكم، قولا واحدا. وأنا بس الحديث ده بيعجبني في نقطة، إذا سألت فاسأل الله، مهما كانت عندك مشكلة، مهما كانت هي إيه، قبل ما تفكر في علاء ومحمد وكذا، فكر فيهم، ما بنقولش لأ،
احنا مش ضد ان احنا نروح لطبيب او نلجأ لكبير، لا 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 لا، بس وسيلة، هو وسيلة ليست الغاية. الغاية الله تبارك وتعالى. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعشان كده العنوان الكبير لا يدعون مع الله أحدا. لا يدعون هنا دي قضية كبيرة، مش الدعاء، لا يدعون يعني لا يتوجهون، لا يتوجهون، لا يسمون في مشاكلهم مع الله أحدا، لا في الأفراح ولا في المشاكل ولا في أي شيء. نمرة واحد في دماغهم، نمرة واحد اللي هي ما فيش معها حاجة، ما يجيش بعدها اثنين وتلاتة، لا يعني نمرة واحد أقصد الوحدانية، مش واحد اثنين تلاتة، لا واحد اللي هو ما يتحطش لا معاه ولا تحتيه ولا في مداره أحد، الله تبارك وتعالى. دي قولا واحد. فقال له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولو أنت تفتكر عندنا 17 مرة في الفروض دون النافلة إياك نعبد وإياك نستعين. دي احنا بنقولها علاء وما بنطبقهاش، عايزين لما نقولها نوقعها في قلوبنا وفي أفعالنا. طب وأنا زمان قلت لهم جربوا مرة ربنا سبحانه وتعالى، يعني احنا هنا كمنطقة جربنا مرة الشرق ومرة الغرب ومرة أمريكا ومرة روسيا، جربوا ربنا مرة، جربوا الله مرة واحدة. ما بنقولش ما تتعاملش مع أمريكا وما تتعاملش مع اليهود وما تتعامل، ما بنقولش الكلام ده. اتعامل يا أخي، إذا كان التعامل له شروطه وضوابطه اللي هم يحققوها اتعامل، بس خلي عندك من نمرة واحد اللي ما فيش معاه على المدار حاجة، الله تبارك وتعالى. وتعالوا نجربه، يبقى عندك مشكلة كبيرة كده اسأل الله، توجه إلى الله تبارك وتعالى، وشوف يا علاء هتبقى الحلول عاملة إزاي. لا تخطر لك على بال، منهج إلهي. وعلى فكرة عادة. يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس، المشاكل والزمن بيدور وينقلب. ونفس القصة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما برضو كان معاصر يهود وكان معاصر نصارى وكان معاصر مشركين، وكان يتعامل، وكان بيتعامل معاهم، بس مين عنده وفق الضوابط؟ أيوة، بس عنده مين؟ الله، شرع الله ولا نافذ الله. ولذلك حتى توجيهه لابن عباس يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات. أنا يمكن دخلت على الحديث من نصه كده عشان الموضوع بتاعنا، لكن برضو الأول بداية الحديث مهمة. كلمة كلمات مش كلام، كلمات أنت تعلم أن جموع التانيث السالمة جموع قلة تدل على إيه، ولذلك أياما معدودات، يعني عايز يقول لك حاجة إيه بسيطة، بسيطة قليلة. احفظ الله يحفظك، يعني شوف أنا عايز أقول لك الحديث ده احنا ممكن ناخد فيه حلقة كاملة، بس أنا مش هضيع فيه الوقت. يعني شوف قال له إذا سألت، مش كده؟ عايز يقول لك إن أنت حفظت الله مش هتسأله. احفظ الله يحفظك، تبقى مش محتاج تسأل. ده هو بس أنت بدأت بإيه؟ سبحانه وتعالى هو هيحفظك. هيحفظك، مش هيخليك تلجأ لحد. مش عايز أقول جملة قد تتفهم غلط، ولا له سبحانه وتعالى، لأن أنت بدأت بإيه؟ احفظ الله يحفظك. يحفظك هنا مش ما يجيش واحد يقول لك يعني معقول واحد مش هيحصل له حاجه خالص؟ لا هيحصل له، بس ساعه ما هتحصل له الرضا عنده هيبقى سبيل للجنه. يعني تقع مصيبه كبيره بس هو راضي بيها لانه حفظ الله تبارك وتعالى، فحفظه الله. الحفظ مش معناه انه ما يحصلش، معناه انه يحصل وربنا يسلم، بس ربنا يسلم ويسهل ويخليك تتقبل وترضى. وانت عارف الرضا والصبر عنوان الجنه، طريق، عنوان الطريق الى الجنه. مشكله الامه ايه من وجهه نظري؟ ان هو العربي عندهم ضعيف. والله ما بهزر، ما بندققش يسمع الكلام يتقال له هو هذا هو المنهج، ما بيفوتوش كده. الكلمه دي معناها يعني ايه، الجمله دي معناها ايه؟ وقفنا مع حديث رسول الله، ما جاش السؤال غير بعد القاعدتين دول. قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني في أي حتة على كوكب الأرض هتكون موجود فيها تتعرض لمشكلة، ربنا واجب الوجود. من ضمن روايات الحديث، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإن كان أنا لي قول كده، إن اتجاه الكافر والمشرك لله تبارك وتعالى وقت المصائب دليل كبير على قناعته الداخلية الخفية بوجود الله تبارك وتعالى. يعني الراجل الكافر بالله لما تزنقه أو يعمل يقول إيه؟ يا رب، يا رب. دي حتة عنده جوه، بس مش هي مش ظاهرة على السطح. من اللي احنا قلناه إن اللي طامم على السطح إيه؟ الخطأ في التطبيق. لكن لما تزنقه ومبقاش له ولذلك شوف توقيعها في القرآن بديع على أمن يجيب المضطرة
إذا دعا. إذا دعا. ما وصفناش المضطر بقى هو كافر ولا مشرك ولا مؤمن ولا إيه؟ مضطر. هو مضطر. والله تبارك وتعالى أرحم من أن يرد المضطر إليه، لأنه إجابته للمضطر تثبت وجوب وجوده. الله واجب الوجود، فلما يتزلق الكافر ما يقولش يا من كفرت بك بالله تعالى الحقني، أو يا من أشركت بالله بيك تعالى، لا، يقول إيه للأصل يا رب. وعشان كده الناس غايب عن مفهومها إن مسألة الحفظ دي أيوة. معناها إنه يحفظك إنك تزل مع الكبيرة الفتنة، أو الفتنة أو المصيبة أو البسيطة، أو إنك تسقط في الامتحان. بالظبط كده. إنه يحفظك ما تخشش النار. بالظبط. يعني أنا عايز أقول لحضرتك اللفظين دول للرسول لما نوقف عندهم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فما جاش السؤال غير بعد إيه؟ قاعدتين. احفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك. يعني لو أنت حافظ الله تبارك وتعالى بإقامة العبادات على مراد الله تبارك وتعالى، مش هيخليك تسأله، هو مش هيخليك تسأله، هو هيجنبك ويرضيك وكذا وكذا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. شوف اللي جاية من حيث لا يحتسب، قضية. ولذلك هنا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. لما قالوا إزاي يقولها دي بعد الكلام ده، ده انت قايل ان هم عبادوا كده. قل له ما هو من عباد الرحمن من يقع في خطأ ويعمل ايه؟ شرك او قتل او زنا، وهو من عباد الرحمن او مش من عباد الرحمن. لان احنا عندنا قاعدتين، الكلام ده الثلاثية دي ذكر اكبر ثلاث كبائر. خد بالك، اكبر ثلاث كبائر. حتى في حديث الرسول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه سأل الرسول سؤال مباشر على اي الذنب اعظم، فالرسول قال له أن تدعو مع الله أحدا، أن تشرك بالله أحدا. قال ابن مسعود أول واحدة دي، قال والله إن هذا لكبير. صحيح إن أنا أشرك بالله دي كبير. ثم أي، بيسأل الرسول يا ثم أي يا رسول الله اللي بعدها إيه؟ قال له أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، اللي هي تقتل ابنك يعني، باعتبار ما سيكون، تجهضها تقتل توقت كل اللي كان بيحصل في الجاهلية واللي بيحصل النهاردة، واللي بيحصل النهاردة على رأيك، انك تخاف انه ياكل معاك، لانك انت مش متوكل على الرزاق سبحانه وتعالى، انت متوكل على دخلي وامكانياتي. امكانياتي طبعا يعني لما اخلف هرزق هوكله منين؟ كانه هو الذي يرزق سبحان الله. نحن نرزقهم واياكم ونرزقكم واياهم، عشان يثبت لك الحاجتين سبحانه وتعالى جل شأن الله. اثنين، قال له أن تقتل ابنك مخافه ان يطعم معك. ثلاثه، ان تزاني وما اختارش اي زنا. قال حليله جارك دي اكبر كبيره في الزنا، ان تزاني حليله جارك. قال الثلاثه دول لو انت خدتهم تلاقيهم هم ايه؟ هم الايه دي، لا يدعون مع الله احدا، لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، وهنتكلم عن القتل، لا يزنون، هم الثلاثه. في حديث اخر يقول صلى الله عليه وسلم الا اخبركم او انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قول نتعلم. اول واحده الإشراك بالله، الشرك. اثنين، عقوق الوالدين. ثلاثة، شهادة الزور وقول الزور، اللي هي في بعد شوية هيقول لك والذين لا يشهدون الزور. وكان الرسول متكئ يعني قاعد قاعدة فيها، فاتعدل وقعد يقول ألا وقول الزور، ألا، لغاية ما هم قالوا إيه؟ ليته يسكت. ودي كبيرة علاء، ده احنا كنا بنتمنى ان الرسول يتكلم، هم كانوا يتمنوه يتكلم عشان يتعلموا. يا سلام، لو حد كان يزهق ولا يمل من صحبته صلى الله عليه وسلم. عايز اوضح دي للناس، ان ليته سكت مش لسكوت الرسول، انما لتوقيع شهاده الزور وخطورتها على الانسان. والرسول بيتكلم في نقطتين اتكلمت عنها الايه، شهاده الزور وقول الزور، لان في بعض المفسرين قصروا كلمه والذين لا يشهدون الزور على قول الزور، وهذا مفهوم قاصر ضيق قوي. الايه بتتكلم ما قالتش يقولون، قالت ايه؟ لا يشهدون. وهنشرحها بعد شويه، ان الشهاده هنا الحضور، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هنا شهد ما قالش، يعني شهد هنا يعني حضر، حضر الواقع. فلا يشهدون مش يشهدون بلسانهم فقط، ده جزئيه، ده فرع منها. انما لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون الزور كله، الزور كله لا يسمعوه ولا ايه يقولوه، ولا يقولوه، ما لهمش دعوه بيه، لانهم من عباد الرحمن.
فالشرك خطير جدا وبيتحقق في كثير من الافعال وخاصتهم القتل والايه والزنا. انت عندك قد ايه على الفاصل؟ هناخد فاصل عشان بس نتكلم في القتل بتوقف شويه، لان انا يعني انت عندك حاجه تانية؟ لا، في جزئيه القتل. ايوه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الايه الا بالحق، في استثناء. هقول لك حاضر. عايز نفسر للناس ايه هو هذا الحق، والحق ده ضوابطه ايه في القران الكريم بالزبط. ومين اللي من حقه يقتل بالحق، ان هو يقتل بالحق. بالظبط، لان انت ممكن حضرتك بتجد ناس يقول لك فلان احنا شفناه، يعني ساعات بيقول لك ايه، لا طبعا لو سبتها للمحكمه ما جايز المحكمه تطلعه براءه، القرائن والادله مش كافيه، والشك انت عارف حضرتك في القانون بيفسر لصالح المتهم لعدم ثبوت الادله او خطا في الاجراءات الى اخر هذه الجوانب القانونيه. لكن انا هفترض كيس ثانيه خالص، حاله ثانيه خالص، احنا شفنا فلان فعلا هو بيقتل علان، فخلاص نمسكه بقى ما دام احنا تاكدنا راي العين ان هذا هو القاتل. والقصاص هنا، القصاص هنا النفس بالنفس، انهم نقتله. هل ده ينفع ولا هناك ضوابط لمن يقتل النفس بالحق؟ ايه هي كلمه تفسير كلمه الحق؟ حق. طيب ناخد فاصل ونواصل الحديث مره اخرى، تابعونا.